كاتالونيا، مش عارف الناس تتفاجأ ليه، كاتالونيا كانت قلب الحرب الأهلية الأسبانية. صحيح. وكانت اللي فيها يساريين وفوضويين واشتراكيين ديمقراطيين، بس هدأت من بعد نهاية الحرب العالمية الأهلية الأسبانية في 39، هديوا تماما. هي كاتالونيا أو قمعوا، يعني لو صح التعبير قمعوا فرانكو، وعلى فكرة خد جيش من المغرب ياما عشان يروح يعني يقمعهم، ونجح في ذلك تحت الرايه الملكيه الـ 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 الاسبانيه. لكن كاتالونيا بتمثل حاجه تانية كمان، انه ابتدت تتولد حركات انفصاليه في الدول من حيث الاقاليم اللي هي الغنيه نسبيا عن بقيه الدوله.